يلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا بداية نبارك لديهاد ونبارك للعاملين في هذا المجال. مرور 10 أعوام من عمر ديهاد منذ انعقاده من أول عام، والآن العام العاشر. عمر طويل من الإنجازات التي تحققت لديهاد. استطاع ديهاد خلال هذه الفترة أن يستقطب كثير من أصحاب الاهتمامات، سواء كان على مستوى الدول أو الأفراد أو الجهات المعنية بالعمل الخيري والعمل الإنساني والعمل الإغاثي، وأن يوجد لهم منصة للتحدث في كثير من الموضوعات والأطروحات التي تهم هذا الجانب، وأن يتيح أيضا مجال للشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال بأن تلتقي وأن تتبادل كثير من الأفكار وأن تربط كثير من الشركات. واستطاع ديهاد أيضا أن يتيح مجال للجمعيات والمؤسسات الباحثة عن التمويل أن تطرح كثير من مشروعاتها ومن برامجها للحصول على التمويل. أيضا أتاح مجال كبير للمؤسسات العاملة في هذا المجال مثل مؤسسة محمد بن راشد والهلال الأحمر ومؤسسة زايد ومؤسسة الشيخ خليفة لأن تقوم بربط كثير من الشركات والتعرف على كثير من الجمعيات في داخل الإقليم وخارج الإقليم على المستوى الدولي. هذه كلها إنجازات استطاع ديهاد أن يحققها. أهم ما حققه ديهاد أنه يعني استقطب أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي المقر الرسمي لانعقاد هذا المؤتمر والمعرض، وهذا إنجاز كبير يعني تفخر به دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود بالدرجة الأولى إلى ما توليه قيادة هذه الدولة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخواننا حكام الإمارات. ما توليه هذه القيادة للعمل الخيري والإنساني والإغاثي من اهتمام ورعاية جعلت ديهاد أن يختار دولة الإمارات ودبي خاصة أن تكون معرض ومؤتمر سنوي له على مدى 10 أعوام. وهذا نجاح يكتب لديهاد ويكتب لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونأمل أن يستمر ديهاد في رسالته الحضارية في مجال العمل الخيري والإنساني.